بعد قرب حين، الخطوات السعودية المقبلة تجاه لبنان ما يبدو ظاهريا أنه انكفاء لا يعكس باطنيا سوى إحجام عن المساعدة وتبديل للأدوات والمقاربة. لم تكن السعودية يوما منكفئة عن لبنان، تم الاصطلاح على هذا التوصيف تجاوزا خلال الفترة الماضية في سياق الإشارة إلى حرب الرياض وامتناعها عن تقديم أي مساعدة في خضم الانهيار المالي والاقتصادي الذي يشهده لبنان، وقبل ذلك بسنوات عندما أجبرت سعد الحريري على تقديم استقالته. في الظاهر تبدو المملكة كأنها تنفض يدها من كل ما يتعلق بلبنان. سفيرها في بيروت غادر العاصمة اللبنانية مرات عدة وبقي خارجها لفترات غير قصيرة. هي لم تعطي إشارات رضا عندما حاول الحريري تشكيل حكومة قبل عزوفه عن ذلك، وما زالت إلى اليوم ترفض استقبال رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي أو التواصل معه. لكن بخلاف انقطاع التواصل مع مؤسسات الدولة ومن يمثلها، وهي مهمة أي سفير في البلد المضيف، كان الإعلام ينقل لقاءات محدودة ومنتقات للسفير السعودي مع فعاليات وأطراف شعبية وسياسية على رأسها رئيس حزب القوات سمير جعجع وبعض العشائر العربية التي تحاول الرياض الاستثمار فيها. انكفاء عدائي وليس حياديا ما يبدو ظاهريا أنه انكفاء لا يعكس باطنيا سوى إحجام عن المساعدة وتبديل للأدوات والمقاربة. هذا الانكفاء إذا صح التعبير لا يستقيم مع افتعال قضية جورج قرداحي. وقد تبين لاحقاً باعتراف سعودي أن المسألة تتجاوز تصريح وزير، إذ أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان صراحة في مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية أن سبب الوضع الحالي بين السعودية ولبنان أوسع من مجرد تعليقات وزير واحد، وأن المشكلة تكمن في واقع أن المشهد السياسي في لبنان لا يزال حزب الله يهيمن عليه. يتنافى الانكفاء أيضا مع تصعيد سبق أن تعمدته السعودية للضغط على لبنان، كان عنوانه وقتها وصول شحنة مخدرات موضبة داخل الرمان قادمة من لبنان، تلاها قرار بحظر دخول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى المملكة. كما يتنافى الانكفاء مع افتعال قضية أخرى أعقبت قضية قرداحي، وكان عنوانها هذه المرة تسريب محادثة لوزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبي. لكن لماذا تفعل السعودية ذلك؟ وماذا تريد من لبنان؟ بدا من سياق التطورات في الأسبوعين الماضيين أن الرياض لم تفتعل الأزمة مع لبنان إلا لكي تبني عليها توجهات وسياسات جديدة، لا لكي تقف عند هذا الحد. حد الاعتذار وعودة الأمور إلى نصابها. من هنا يمكن فهم موقف حزب الله والأطراف السياسية المتحالفة معه في الحكومة، على اعتبار أن أي تنازل أو اعتذار في هذه القضية سوف يفتح باب التنازلات على مصراعيه، وسوف يتحول إلى ابتزاز لن يتوقف إلا بتحقيق المطالب السعودية ومآربها. يمكن العثور على ملامح المؤرب السعودية في لبنان من خلال العديد من المسارات. أولاً، الوثائق المسربة حول خطط أعدتها السعودية للبلد الذي رعت نهاية الحرب الأهلية فيه فيما مضى بتكليف أمريكي. ثانياً، تغريدات سعودية صادرة عن السفير السعودي إلى جانب بعض الكتاب.
ثالثاً، من خلال الخطابات الرسمية الصادرة عن المملكة وعن حزب الله، إضافة إلى جهات رسمية في كل من لبنان والسعودية. الوثائق المسربة في تشرين الأول أكتوبر 2019 نشرت جريدة الأخبار اللبنانية وثيقة مسربة أعدها مستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. في الوثيقة التي وضعت في العام 2017 تشرح السعودية برنامج العمل التفصيلي لإضعاف حزب الله من خلال تحديد الخطوات الواجب القيام بها والأدوات التي يجب الاستعانة بها. تتوزع الخطة على 4 محاور: سياسي واقتصادي وإعلامي وعسكري. يتبين من خلال الوثيقة أن نيات السعودية تجاه لبنان ليست حيادية ولا حتى إيجابية، بل تنطوي على أهداف سعت إلى تحقيقها تتعلق أساساً بمواجهة حزب الله. اللافت في المبادرة أن بعض بنودها يذكر بوضوح ومنذ العام 2017، أي قبل حراك تشرين الأول أكتوبر 2019 وقبل الانهيار الاقتصادي، اللجوء إلى التضييق الاقتصادي وتشديد المراقبة على تحويلات المغتربين. يتبين من خلال الوثيقة أنها تتماهى إلى حد كبير مع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في لبنان. كما يتبين أن بعض بنودها وضع بالفعل موضع التنفيذ، وخصوصا الشقة المتعلقة بالجانب الإعلامي، مع العلم أنه جرى تسريب وثائق سرية خاصة بوزارة الخارجية السعودية نشرتها ويكيليكس تتحدث عن دعم القنوات الإعلامية اللبنانية والتلفزيونية المعتدلة والوطنية المناهضة لسياسات حزب الله والعمل معها على وضع سياسات لكشف تجاوزات الحزب وتوجيهاته العقائدية، وذلك منذ العام 2015. تظهر الوثائق على سبيل المثال أن السعودية دفعت في العام 2012 مليوني دولار لمحطة MTV اللبنانية شرط أن تكون بخدمة المملكة تقنياً وسياسياً، وعليه من غير المستبعد أن تلجأ السعودية ومعها بعض العواصم الخليجية في الأيام المقبلة إلى خطوات تتعلق بالتضييق على اللبنانيين المقيمين على أراضيها واستغلالهم في سبيل الاستثمار بحملة إعلامية تبدأ من مطالبة اللبنانيين المغتربين بتحييد لبنان عن الصراعات بحجة أن لا يدفع اللبنانيون الثمن. هذه الخطوة تمثل ابتزازاً بدأت تباشيره منذ أن انطلقت الحملة على قرداحيين في وسائل التواصل الاجتماعي وفي أوساط الاغتراب وفي نشر بيانات وأخبار مشبوهة ومفبركة هدفها توليد الخوف لدى المغترب اللبناني. الكفوء الذي يتقاضى راتبه لقاء أكعابه وليس باعتباره مكرمة. هذا الأمر يتقاطع مع ما ذكرته مصادر لام الميادين من أن بيروت تبلغت تلميحات سعودية ببدء ترحيل جزئي للبنانيين من أراضيها إذا فشلت مهمة حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية الذي زار بيروت في إطار وساطة لم يكشف عنها الكثير. أخرى يحرز السوريون النصر في مسيرتهم، لأن الشمس تحزن إذا لم تلامس بخديها سماء الشام، وتأبى إلا أن تنثر شعاعها الذهبي على سوريا الأبية، ليسمو السوريون بوطنهم رغم أنف الحاقدين، حاقدون على سوريا فقط لأنها عربية الهوى والنسيم، أصيلة لا تحيد بوصلتها عن القدس.